بسم الله، اهلا بكم. التمثال النهضة، ربع جنيه بتاع النهضة، اسمه النهضة، نهضة مصر، والنسر في الظهر طبعا. ده الربع جنيه ده وقع عليه احمد زندو، و ده احمد زندو نبدأ به البداية في الاول، واحمد نظمي. تمام. طبعا احمد نظمي وقع على 58 بريفكس، هم كلهم 126 مليون ورقة، يعني 126 بريفكس، أي 58، ده وقع على 58، يعني 58 مليون ورقة، من حه واحد إلى حه 58، وحدث إحلال عام 1967 وإحلال تاني عام 1969. تمام. طيب، يعتبر أول إحلال في البنكنوت المصري، ده يعتبر أول إحلال في أي ورقة مصرية، هو ده اللي تم، وسعرها يبدأ من اللي هو البريفكس حاه واحد والإحلال إلى حاه 58، ده يعني مثلا ما نقول من 15 جنيه أو 20 جنيه يوصل لحد 50 جنيه، ويمكن يوصل ل 150 جنيه بحالة الأنصب. طيب، لو أرقام مميزة، أرقام مميزة 0001 إلى 0010 أو واحد واثنينات وثلاثات لحد تسعات، دي تعمل من 300 جنيه، وممكن توصل 1000 جنيه، وممكن توصل 1500 جنيه، وأكتر من كده كمان. أما باقي البرفكسات العادية خالص، دي تعمل من 15 جنيه 20 جنيه، وممكن توصل ل 50 جنيه، وطبعا لو أرقام مميزة دي بتوصل لأكتر من كده بكتير. طبعا أحمد زندو وقع على 67 برفكس، يعني من ح 59 إلى ح 126، عدد برفكسات 67 مليون ورقة، وتعمل من يعني البريفكس ح 59 مفتاح توقيع، وح 26 القفل، ده ممكن يعمل من 25 ل 30 جنيه، وممكن يوصل ل 50 جنيه واكتر من كده كمان، بدون اي عيوب نهائي من اي نوع طبعا. وطبعا لو ارقام مميزه طبعا زي اللي ذكرتها، من 0001 الى 0010 وواحد واثنينات وثلاثات لحد التسعات، دي ممكن تعمل مثلا، ممكن نقول من 300 جنيه توصل ل 500 جنيه، وممكن توصل ل 1200 جنيه واكتر من كده بحاله الانصه. طبعا بقيه البرفكسات العاديه خالص خالص ممكن تعمل من 15 جنيه ل 20، لحوالي توصل ل 50 جنيه. حاول تحافظ على الورق ده بأي وسيلة، لأن هيجي وقت وهتحتاجه وهيتباع بكتير.